أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم كشك الصحافة، والتي نبدأها بالعناوين. مكتب التربية في تعز يطالب المسلحين من جميع الأطراف بإخلاء المدارس قبل بدء العام الدراسي. كفيف يمني يقرأ القرآن في أرصفة الشوارع. ومن صحيفة القدس العربي عنوان: في حضرة الغياب عدن تحيي ذكرى رحيل محمود درويش. ومن موقع شبكة البي بي سي: تلخص في سطور أزمة كوريا الشمالية. أهلا بكم. 50 مهاجرا أفريقيا أغرقوا عمدا قبالة ساحل اليمن بحسب موقع يمن مونيتور، والذي قال عن منظمة الهجرة الدولية: نحو 50 مهاجرا صوماليا وأثيوبيا في عمر المراهقة أغرقوا عمدا حينما أجبر مهرب نحو 120 راكبا على القفز في المياه قبالة سواحل اليمن. لوران دي بوك رئيس بعثة المنظمة باليمن قال في بيان: أبلغ الناجون زملائنا على الشاطئ أن المهرب دفعهم للماء عندما اشتبه بوجود سلطات قرب الشاطئ. المتحدثة باسم المنظمة أوليفيا هيدون قالت إن فريق المنظمة عثر على جثث 29 مهاجرا أفريقيا مدفونة على الشاطئ في محافظة شبوة اليمنية المطلة على خليج عدن، بينما لا يزال 22 في عداد المفقودين. وأضافت: جميعهم صغار، متوسط أعمارهم هو نحو 16 عاما. في العدد الصادر اليوم من صحيفة أخبار اليوم العديد من العناوين، بينها: الرئيس يناقش مع المبعوث الأممي جهود إحياء السلام في اليمن، وعنوان من المدينة المحاصرة: القوات الحكومية تكسر هجوما حوثيا شمال المخا ومدارات تشهد أعنف المعارك. وعنوان آخر: مجلس الأمن يعرب عن قلقه إزاء مخاطر المجاعة الذي يهدد حياة اليمنيين. ومن أبين عنوان: وفاة جندي وإصابة 3 آخرين إثر انقلاب مدرعة عسكرية في زنجبار. الدكتور محمد جميح كتب مقالا تحت عنوان: أزمة الخليج وصراع النماذج. وفي المقال تعرض الكاتب إلى شرح ما أسماها بصراع النماذج في داخل اللحمة العربية منذ ستينات القرن الماضي وحتى اليوم، وقال فيه: اتسمت العلاقات العربية العربية على طول تاريخ الدولة الوطنية بالصراع بين معسكرين، أو لنقل بين نموذجين أو أكثر. ففي فترة الستينيات وما تلاها كان الصراع على أشده بين نموذج عملي قدمه التيار القومي الناصري الذي وصل إلى السلطة، وآخر نظري قدمه التيار الإسلامي السياسي الذي وصل إلى السجن. يضاف إلى ذلك الصراع بين النموذجين الناصري والسعودي، وصراع النموذجين الثوري الفلسطيني والملكي الأردني الذي تفجر في أيلول الأسود عام 1970، وكذا صراع نموذجي البعث في سوريا والعراق، وصراع النموذجين العراقي القومي والخليجي الملكي الذي وصل أوجهه بغزو العراق للكويت عام 1990. وليس انتهاءً بالصراع اليوم داخل البيت الخليجي نفسه، الذي يأتي في جوهره كصراع بين النموذجين القطري والإماراتي. كان الخليج العربي في الماضي القريب يشكل كتلة واحدة، أو لنقل تجاوزاً نموذجاً واحداً في مواجهة نماذج عربية أخرى كانت تتصارع معه بدرجات مختلفة، غير أن الصراع اليوم وصل إلى عمق بنية النموذج الخليجي الواحد الذي يتخذ صراعه تجليات تنبئ عن صيرورات سبق أن سلكتها صراعات عربية سابقة. وهذا الصراع يمكن أن ينظر إليه من زاوية تاريخية، حيث يعود إلى بدايات تشكل الدولة الوطنية في الخليج والتحول من أنظمة المشيخات إلى الأنظمة الوطنية. موقع المصدر أونلاين قال أن مكتب التربية في تعز يطالب المسلحين من جميع الأطراف بإخلاء المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد. وفي التفاصيل، طالب مكتب التربية والتعليم في تعز قيادة المحور العسكري التابع للقوات الحكومية وجماعة الحوثيين بسرعة إخلاء المباني والمنشآت التعليمية من المسلحين قبل بدء العام الدراسي الجديد. مصدر تربوي قال للمصدر أونلاين إن مدير مكتب التربية والتعليم عبد الواسع شداد وجه مذكرة رسمية إلى قائد المحور اللواء الركن خالد فاضل، طلبه فيه بإخلاء كافة المدارس والمباني التعليمية من المسلحين،
وشددت المذكرة على ضرورة إخلاء المنشآت التعليمية قبل بدء العام الدراسي الجديد لإتاحة فرصة كافية لمكتب التربية لتهيئتها لاستقبال الطلاب والطالبات بسبب عجز المدارس الأخرى عن استيعابهم. اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبحسب موقع المشاهد نت دعت جميع الأطراف في اليمن إلى ضمان توخي الحرص المتواصل أثناء سير العمليات العسكرية على تفادي المدنيين والأعيان المدنية. وأضاف البيان أن القانون الدولي الإنساني يجيب عدم الهجوم على المدنيين، ويجب أن تبذل الأطراف المتحاربة كل ما في وسعها للتحقق من أن الأهداف المتوخى هي أهداف عسكرية. وعبر البيان الذي نشر على مواقعها أو موقعها الإلكتروني أمس أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تشعر بالقلق الشديد إزاء نمط الهجمات الجوية الأخيرة التي أدت إلى مقتل وجرح العشرات من المدنيين في محافظتي صعدة وتعز في اليمن. وفي آخر تلك الحوادث مقتل 9 أفراد من أسرة واحدة وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة، تتراوح أعمار المصابين بين 3 أعوام إلى 80 عاما. عبد الناصر المودع كتب مقالا عنوانه تحاربوا بنظام، استعرض فيه عدم التزام أطراف الصراع في اليمن بقوانين الحرب وقواعد الاشتباك، وهو ما يضاعف من المآسي التي تلحق بالمدنيين. وقال في جزء منه: في نكتة سوداء تروى خلال عملية نهب صنعاء عن أحد سكانها والذي كان مشهورا بالنظام والتهذيب بأنه طالب من كانوا ينهبون منزله بشكل عشوائي بأن ينهبوا بنظام. وفي اليمن التي تعيش حربا قبيحة، ما أحوجنا بأن نطالب من المتحاربين بأن يحاربوا ولو بقليل من النظام والأخلاق والنبل. فنشر الصور لجثث القتلى وحالة الإخفاء القسري للمعتقلين وتعذيبهم وعمليات الإعدام للأسرى والتمثيل بجثثهم وقصف المناطق المدنية ومحاصرتها والاحتماء بالمدنيين، كلها أعمال لا تنم عن أخلاق أو قيم أو مشروع حضاري. ولسوء الحظ فإن جميع أطراف النزاع برهنوا بأنهم متشابهون في السوء. في مدينة تعز يتطلب الذهاب من منطقة الحوبان إلى منطقة الشماسي والتي لا تبعد عنها بأكثر من 3 كيلومترات ما بين 5 إلى 6 ساعات بالسيارة، وهي المسافة التي لم يكن يستغرق قطعها قبل الحرب 5 دقائق بالسيارة وأقل من 40 دقيقة سيرا على الأقدام. وفي مدينة صنعاء يحتاج الراغب في الذهاب إلى مدينة مأرب التي لا تبعد عنها بأكثر من 170 كيلومترا إلى أكثر من 14 ساعة بالسيارة، وهذه المعاناة غير ضرورية وليس لها أي قيمة عسكرية تذكر، ويمكن التخفيف من سوئها بقليل من التنظيم وحسن التدبير وحس المسؤولية. وإلى عمران، حيث نقل موقع الموقع بوست آخر انتهاكات ميليشيا الحوثي والمخلوع في المحافظة، وقالت نقلا عن مصادر محلية أن هناك ميليشيا الحوثي رفضت صرف مرتبات أفراد الجيش والأمن مشترطة عليهم الالتحاق بجبهات القتال في حال أرادوا استلام رواتبهم. وقالت المصادر للموقع بوست أن الميليشيا تقوم بابتزاز الجنود وإهانتهم ونهب حقوقهم من خلال وضعها شروطا وعراقيل تحول دون استلامهم لمستحقاتهم. وأضافت المصادر أن العساكر وضعوا بين خيارين أحلاهما مر، حيث رفضت الميليشيا صرف الرواتب لأي عسكري إلا إذا كان مستعدا للذهاب إلى جبهات القتال. واضعة العساكر بين خيارين، إما الموت في الجبهات أو الموت جوعا. موقع ارفع صوتك أورد قصة كفيف يمني يقرأ القرآن في أرصفة الشوارع، وقال في تفاصيلها: محمد مسعد المرادي 45 عاما كفيف يمني يجلس في رصيف داخل باحة مستشفى حكومي بالعاصمة صنعاء يتلو آيات من القرآن الكريم جاهدا في لفت انتباه المارة لمساعدته بقليل من المال يسد به رمقه وأفراد أسرته المكونة من زوجته وستة أطفال. ويضيف المرادي لموقع ارفع صوتك: لا أستطيع السير كالمبصرين ولا مزاولة أي عمل، لذلك أتسول منذ طفولتي بمعنى آخر أو بمعنى آخر أقرأ القرآن في أرصفة الشوارع والناس تساعدني. ويتابع المرادي: أنا كفيف منذ الولادة ولي 4 أشقاء جميعهم مكفوفون ورثنا ذلك من والدي، لكنني أشعر بسعادة أعجز عن وصفها لأن أطفالي 6 غير مكفوفين وجميعهم مهتمون بدراستهم وأمنيتي بمشاهدتهم سعداء مستقرين مستقبلا. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد. كثيرون هم الشباب اليمنيون الذين يأسوا من ظروف البلاد وسط الحرب الدائرة منذ عامين، وراحوا يحلمون بالرحيل. مقدمة اختارتها صحيفة العرب الجديد لتقريرها، والتي تناولت فيه قصة الشاب اليمني نبيل الشرجبي الذي قال: لا أظن أن الحرب سوف تتوقف قريبا، لذا أبحث عن فرصة لمغادرة اليمن والسفر إلى أي دولة أوروبية وطلب اللجوء والعيش فيها ما تبقى من عمري. ويضيف الشرجبي إلى العرب الجديد إن مؤشرات كثيرة تدعم قناعاتي هذه، في مقدمتها واقع أن القائمين على الحرب معظمهم ومن كل الأطراف يستفيدون من استمرارية هذه الحرب. ويتساءل الشرجبي: كيف يمكن إنهاء الحرب وإحلال السلام في حين أن الذين يقودونها مستفيدون منها؟ ويشير إلى أن الخدمات في اليمن ليست متوفرة كلها والحياة باتت صعبة. ويؤكد الشرجبي أن الهجرة واللجوء بات حلما يداعب مخيلة ملايين اليمنيين، إذ أن الحياة في الدول الأوروبية والأمريكية بالنسبة لهم من شأنها أن تحفظ لهم كرامتهم وإنسانيتهم في حين تضمن مستقبلا أفضل لأسرهم. صحيفة الاتحاد كشفت عن قيام ميليشيا الحوثي والمخلوع، وذلك بحسب منظمة أمهات المختطفين، بإجبار المعتقلين في سجونها على الإقرار بتهم ملفقة وكيدية تمهيدا لمحاكمتهم في إجراءات غير قانونية. وذكرت منظمة أمهات المختطفين في بيان لها أن جماعة الحوثي تستعد لإجراء محاكمات غير قانونية لعدد من المعتقلين في سجونها بمدينة الحديدة. وفي إبريل الماضي بدأ الحوثيون في صنعاء بمحاكمة 36 مدنيا بتهم مرتبطة بتأييد الحكومة الشرعية، وأصدروا حكما بإعدام صحفي مخضرم أدين في محكمة سورية بالتخابر مع دولة أجنبية. ولهذا وبحسب الصحيفة، تظاهرت عشرات النساء من أمهات وأقارب بعض المعتقلين في الحديدة أمام مبنى المحكمة الجنوبية بالمدينة للتنديد بانتهاكات الحوثيين المستمرة ضد المعتقلين، وآخرها الاستعداد لمحاكمتهم في جلسات سرية ومغلقة ودون إشعار ذويهم. أنقذوا الخليج العربي من إعلام الفتنة. تحت هذا العنوان كتب الدكتور محمد صالح المسفر مقالا في الشرق الأوسط، انتقد فيه دور بعض وسائل الإعلام التي قال إنها تسعى إلى إشعال الفتن والنائي ببعض الأطراف عن الأهداف الحقيقية وما يفترض بهم العمل من أجله. متابع. تهب على منطقة الخليج العربي هذه الأيام رياح الخماسين التي تأتي من صحاري شمال أفريقيا لتمر بسواحل البحر الأبيض المتوسط وجمهورية مصر العربية في طريقها إلى جزيرة العرب. إنها رياح جافة نشطة مؤذية في معظم الأحيان، إنها تحجب الرؤية عند الإنسان وتؤذي حلاله وتؤدي إلى إلحاق الضرر بالنبات لشدة جفافها وكثرة رمالها النافرة مع الهبوب لتؤذي العيون. وصلت تلك الرياح إلى خليجنا البائس هذه الأيام في نوع جديد، رياح خماسين إعلامية لا تحجب الرؤية فحسب، بل تمنع الرؤية، الأمر الذي يؤدي بالإنسان إلى عدم رؤيته معالم الطريق فتقوده إلى الضياع ويهلكه العطش ولا يجد من ينقذه إلا الله عز وجل. قبل هبوب تلك الرياح الإعلامية العاتية على خليجنا العربي، كنا نتوقع نقلة نوعية إيجابية بعد مؤتمرات القمم الثلاث التي انعقدت في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية في مايو المنصرم. تشمل هذه النقلة النوعية عودة الشرعية اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى العاصمة صنعاء وانحدار الحلف الثنائي المسلح صالح والحوثي وتجريد جميع الميليشيات في اليمن من السلاح وألا سلاح يعلو على سلاح الحكومة الشرعية. في حضرة الغياب عدن تحيي ذكرى رحيل محمود درويش، حيث وكما قالت صحيفة القدس العربي إن مدينة عدن أحيت الذكرى التاسعة لرحيل الشاعر الفلسطيني محمود درويش بفعالية ثقافية حملت عنوان في حضرة الغياب. وشملت الفعالية التي أقامتها منظمات ثقافية غير حكومية عددا من الكلمات وإلقاء قصائد لشعراء يمنيين، بالإضافة إلى معرض للفنون التشكيلية خصص لمحمود درويش. الفعالية هدفت إلى التعريف بالشاعر محمود درويش ودوره في إحياء القضية الفلسطينية بالكلمة والقصيدة، والعلاقة التي ربطت بين الشاعر ومدينة عدن التي استقبلت درويش ورفاقه لفترة
من الزمن. يلخص موقع شبكة البي بي سي أزمة كوريا الشمالية في سطور، حيث وكما يقول الموقع تهدد الأزمة الكورية الشمالية في أسوأ الأحوال بشن حرب نووية، لكنها أزمة تتسم بالتعقيد. ولنبدأ باستعراض بعض الحقائق بدءا من سؤال: لماذا ترغب كوريا الشمالية في امتلاك أسلحة نووية؟ يجيب الموقع: انقسمت شبه جزيرة كوريا في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وأصبح القسم الشمالي الشيوعي ديكتاتوريا ستلاني نسبة إلى الزعيم السوفيتي ستالين. وعلى الرغم من انعزالها بالكامل تقريبا عن المشهد العالمي، إلا أن زعماء كوريا الشمالية يقولون أن قدرتها النووية بمثابة قوة الردع الوحيدة في مواجهة العالم الخارجي الذي يسعى إلى تدميرها. وإجابة عن السؤال الثاني: إلى أي مدى اقتربت البلاد من ذلك؟ تشير الاختبارات الصاروخية الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية إلى امتلاكها صواريخ باليستية عابرة للقارات قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة، كما اختبرت البلاد معدات نووية 5 مرات. وتحذر تقارير استخباراتية من أن البلاد تقترب أيضا إن لم تكن أدخلت بالفعل تطويرا أو أجرت تصغيرا لرؤوس حربية نووية بما يتناسب مع تركيبها على الصواريخ. الأمم المتحدة ولمواجهة بيونغ يانغ فرضت عقوبات مشددة دون أن يكون لها أدنى تأثير، كما فرضت الصين الحليف الوحيد الفعلي لكوريا الشمالية ضغوطا اقتصادية ودبلوماسية على البلاد. لكن العقوبات ومساعي التفاوض أخفقت في الوصول إلى اتفاق يهدف إلى تقديم مساعدات مقابل نزع السلاح أو نزع سلاح كوريا الشمالية. ومن الأخبار الأكثر قراءة في صحيفة البيان: شوارع محافظة الإسماعيلية المصرية شهدت واقعة غريبة، بطلتها فتاة تدعى إسراء الهجان، حيث قررت إسعاد نفسها بنفسها بعمل حفل زفاف مع أصدقائها ومعارفها بدون عريس. إسراء وفي لقاء تلفزيوني قالت: قد يرى البعض ما فعلته خطأ، لكنني لم أفعل ما يغضب ربي، لأن الفرح والفرحة ليست بارتداء الفستان والعريس، وفقط إحساس أردت تجريبه، لذلك أقمت حفل زفاف بدون عريس. وأضافت إسراء: في البداية تحدثت مع بعض أصدقائي وطلبت منهم فستان فرح، فاستجابت إحدى الفتيات لطلبي، وقامت فتاة أخرى بإعطائي كافة مستلزمات التجميل. موقع شبكة البي بي سي نشرت صورا قام بالتقاطها مجموعة مسافرين، وذلك على مدى 14 عاما. نتابع بعضا من هذه الصور. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من الرسوم الكاريكاتير. دمتم بخير.